بدأ ينزل، لأن السيولة الموجهة لسوق الذهب بدأت تقل، وبدأت لأن القوة الشرائية الضخمة جدا. يعني احنا عندي مجلس الذهب العالمي بيقول في 2023 المصريين اشتروا 37 طن سبائك وحوالي حاجة و20 طن مشغولات، وده شيء مش جيد، لأن احنا طبعا يعني بنشجع الناس ان احنا ناخد مشغولات، لأن لما بتشتري مشغولات انت بتشغل مصانع، طبعا بتشغل عمال، طبعا بتشغل ورش، اما السبائك فيعني محدودية في شغلها. وبالإضافة ان مع يعني هو لازم نفهم الناس برضو دي أجرة، دي هي أجرة دي، يعني انت بالعكس انت ما بتستفدش بالمشغولات.